أعلن سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات انطلاق عملية استطلاع رأي المواطنين حول الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة والتي يقوم بها المركز بهدف قياس رأي الناخبين حول مشاركتهم في العملية الانتخابية والأسباب التي تقودهم إلى التصويت في صناديق الاقتراع، وكذلك التعرف على آرائهم في أداء المجالس النيابية والبلدية السابقة وتطلعاتهم حول مسيرة العمل النيابي والبلدي في الدورة القادمة. وأوضح الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن العينة المستهدفة في الاستطلاع تشمل عموم المواطنين من عمر 20 عاما وما فوق من جميع محافظات البحرين، حيث سيتم جمع البيانات من خلال المقابلات المباشرة مع المواطنين في أماكن التجمعات العامة، مشيدا بالاستجابة الفعالة والواعية بخصوص التعاون لإجراء استطلاع الرأي في إطار دعم العملية الانتخابية وتوفير البيانات الأحصائية الموضوعية بعد تحليل النتائج بشفافية تامة لرفعها إلى الجهات المعنية ونشرها لإثراء قاعدة المعلومات لدى الباحثين والمهتمين.